الغرب من أوروبيين واضح. وقادها أيضا أمريكان، وجاءت أيضا ببعض الأيادي العربية للأسف أرادت أن تشوه سمعة الملاكمة الجزائرية لتستغل هذا الأمر على الصعيد الرياضي، أي نعم، لكن أرادت أن تأخذه في منحى آخر، في منحى سياسي، لكن راحت في هذا الاتجاه لأنه من باب المعلومة إن سامح الوقت أنه هناك بعض الأشخاص أو المسؤولين داخل الاتحادية الدولية للملاكمة أرادوا أن يستغلوا أمور سياسية في هذا المنحة الرياضي. إيوا قولي لنا شكون هي الدولة اللي باغا تستغل هذه الأمور هذه لأغراض سياسية؟ أنتم شكون كتهموا بأنه كيقود هذه الحملة ضد الملاكم ديالكم؟ في المنابر الإعلامية ديالكم كتقولوا بأنه المغرب، ومالكم في القنوات العربية عا كتلمحوا ما كتقدوش تقولوا راه المغرب، كتخافوهم يضحكوا عليكم، لأن المغرب ما عنده لا جمل ولا ناقة في هذا الموضوع، أنتم كترميوا المشاكل ديالكم ليه؟ وملي قلتي دولة كتستغل هذا الشيء الأمور السياسية، قول شكون هي الدولة؟ مع العلم أن الإعلام ديالها ما جبدكم، ما هضر عليكم، ما تسوق لكم، أنتم كترميوا الفشل ديالكم ليه؟ لو الواعره شنو هي؟ فرحان بهذا الانجاز اللي كدير وقالك حنا ردينا عليهم في الميدان ودرنا، وراه حاجه عاديه. واش حنا ما عارفينش شكون اللي غيفوز بالميداليه الذهبيه؟ راه باينه راجل كيلعب مع النساء وطبيعه الحال راه هو اللي غادي يربح، هو اللي غيدير الميداليه الذهبيه. علاش زعما الدول ديال العالم ما عارفينش شكون اللي غادي يربح؟ راه عارف ان راجل وصل عيالات راه هو اللي غادي يربح، لان ما كاينش شك فوق الفرص. علاش نتوما ما تيقنش فيه غادي يربح ولا ولا ما ربحش؟ راه خصكم تصلخوه. راجل كيلعب الملاكمه مع العيالات وما يديش الميداليه الذهبيه، راه خصكم تصلخوه، راه خصو كل مباراه شي يطيحهم بالكاو. السيد حنقورتو كيجمل قاس يصلخ في العيالات وما يديش الذهبيه، على ما بغاش وصل. والله الا كمونين بالله، الاعلام ديالكم المغرب هو اللي كيديروا كيفعل. جيتو القنوات العربيه بقيتو كتلمحوا انما بغاو يديروا الاغراض السياسيه. واش من سياسه؟ هاتا ديتو هاد الميداليه زيد اياه من بعد. راه والله لا تحسنت الاحوال ديال الشعب ديالكم، عريح لا هي تحسنت حتى بالبترول والغاز والخيرات اللي كاينه. بقى واحد دا ميداليه مع العيالات، وعجبني واحد التقرير داروا واحد الشاب مغربي خليكم معاه. إنه رجل بألف امرأة لديه تفاحة آدم بحجم البطيخ، تسلل إلى رياضة الملاكمة متنكرا باسم إيمان، في حين أن اسمه الحقيقي هو أيمن وليس إيمان كما يزعم الإعلام الهكاوي. عضلاته عضلات رجل، قصة شعره قصة رجل، صدره منبسط أشبه بساحة تزلج لم تنبثق منه أي رمانة. لكماته لكمات محمد علي كلاي، فكيف تقولون أنه فتاة وهو أقرب ما يكون إلى أنطوني؟ هو لم يغير، هي لم تغير شكلها بالعمليات الجراحية، بل تحولت إلى رجل بفعل ممارستها لرياضة الرجال وتشبهها بهم، وبفعل اضطرابات في هرمون التستوستيرون، حيث ارتفعت هرموناتها الذكورية لتمنحها جسما رجوليا لا ينتسب إلى بنات حواء العاديات الوديعات. وهناك بعض الأقاويل تقول أن إيمان لديها كروموزوم إكس وواي، مما يعني أنها ذكر كالدراج وشيكور كشنقريحة. هذه لم تعد رياضة بعد الآن، رجل يقوم بضرب يمامة إيطالية أمام أنظار العالم والمسكينة تدرف الدموع بمرارة قائلة: Questo non gesto cavita bonito sono venuto per affrontare una donna no un uomo. هذا ليس عادلا، جئت لأنازل امرأة وليس رجلا، لم أتلقى في حياتي لكمات بهذه القوة. اللكمة الأولى رأيتها والثانية حكى للجمهور عن تفاصيلها. اش قاعد داير شي نقريعه؟ السيرو ثاني يقولوا هذا التقرير بانه عالمي وبان داروا المغاربه وفعلوا المغاربه، كيسوقوا مسخطوا هادين بحال المغرب هو اللي متحكم في الاعلام العالمي ماشي تاع العربي. فنسمعوا شنو قال خونا هذا اللي فرحان وقال لك ردينا عليهم في ارضيه الميدان. يا مسخوط وليدي، راه لا ما جابش الذهبيه خصكم تصرخوه، بهدلكم في العالم وما يجيبش الذهبيه، والمنافسات ديالو خرجوا وشهدوا بهذا الشيء هذا وما يجيبش الذهبيه، راه خصو شي صرخه من عند شي نقريعه. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلينا الراي ديالكم في التعليقات. سابدا ب الإيجابية التي حققتها إيمان، وأبارك للجزائر وللعرب بالميدالية يعني تقريبا مضمونة، وبعدها سنذهب لما تعرضت له إيمان وضجت به كل الأوساط السياسية والرياضية والاجتماعية حينما شككوا بهويتها الجنسية. بداية كيف ترى ما جرى؟ طبعا أول شيء هنيئا، مثل ما قلت، هنيئا لإيمان خليف، هنيئا للجزائر والعرب، وكم هي جميلة أول ميدالية.
عربية وجزائرية تأتي بقفاز جزائري اسمه لإيمان خليفة، هذه الملاكمة الجزائرية البنت الجزائرية التي تعرضت للكثير من حملات التنمر والضغوطات التي كانت من قبل بعض ما يسمون أنفسهم بالإعلاميين خاصة من الأوساط الغربية والأمريكية على وجه الخصوص، وأيضا سارت عليها بعض المنابر الإعلامية للأسف. طبعا إيمان خليفة التي رفعت اسم الجزائر عاليا، وهي مثل ما نقول بالعامية الجزائرية هي امرأة أو نص مثل ما نقول بالعامية الجزائرية، لأنه الضغوطات التي تعرضت لها خلال تلك الفترة جعلتها تركز كثيرا على ما وقع لها، وفوزها اليوم في النزال لم يكن فوزا فقط في نزال على مستوى الحلبة، وإنما هو انتصار لكل الأحرار على أولئك الأشرار الذين يدعون الحرية. نحن في الجزائر وعرب لسنا من أولئك الذين يتحدثون وفقط، وإنما دائما يكون الرد في الميدان، وهذا ما كان من قبل خلينا نقولها بالعامية الجزائرية من الفحلة الجزائرية إيمان خليف، لأنها ما عاشته صحيح أنه صعب ومر وكان ضغوطات كبيرة، لأنه تلك الدموع التي كانت بعد نهاية المنازلة بعد الفوز بثلاث أشواط كل شوط انتهى بخمسة دون مقابل، تلك الدموع دموع الفرح ودموع الانتصار، خاصة بعد ما شاهدنا أعتقد ربما لأول مرة أنه تذاكر المباراة الربع النهائية التي كانت للملاكمة الجزائرية إيمان خليف قد نفدت في الأكشاء قبل 48 ساعة من أجل الدعم الجماهيري الذي كان كبيرا التي كان حاضر من قبل الجالية الجزائرية والعربية، وصوت 1-2-3 فيفا لاجيري كان يدوي عاليا في تلك القاعة. هذه الأمور التي أرادت أن تسكت كثير من الأفواه على مستوى الكثير من المنابر، لأنه مش عارف إذا ممكن أن نخوض في هذه النقطة. ما عاشته إيمان خليف لم يكن مجرد صدفة، وإنما حملة شرسة قادتها الغرب من أوروبيين وقادها أيضا أمريكان، وجاءت أيضا ببعض الأيادي العربية للأسف أرادت أن تشوه سمعة الملاكمة الجزائرية لتستغل هذا الأمر على الصعيد الرياضي، أي نعم، لكن أرادت أن تأخذه في منحة آخر، في منحة سياسي، لكن دائما يكون الرد من الجزائر على والرد الميداني أفضل الميدان. رد مثل ما تحدثت فعلا خالد صحيح. ويعني عم يراودني سؤال، يعني أو حتى أجب بالي أسأل أنه إلى أي مدى واضح أن الأمر يتعلق بجنسية اللاعبة، وهل كان الأمر سيختلف لو كانت فرنسية مثلا أو أمريكية؟ كنا رح نشوف نفس هالجدل اللي أثار؟ هو طبعا لن يكون، لأنه التناقض الذي كان في هذه القضية أنه هذه الدول الأوروبية والغربية والأمريكية هي من كانت تدعم ما بين قوسين بما يسمى التغيير الجنس بالنسبة للذكور والإناث، لكن بنفس ذاك الخطاب الذي كانوا يدعون إليه ويدعون إليه وما عشناه في الكثير من المحطات يختلفون في ذلك عندما يوجهون أصابع الاتهام لملاكمة جزائرية تربت في ولاية تيارت وعاش في ولاية تيارت، ومثل ما قالت في تصريحاتها أنها كانت تبيع الخبز في شوارع مدينة تيارت من أجل أن تستفيد من بعض الدنانير، رفعت التحدي، هي بالنسبة لها ما عاشته هو جزء من الصعاب التي تجاوزتها إيمان خليف من أجل الوصول إلى منصة التتويج، واليوم الحمد لله نالت ميدالية برونزية على الأقل، وإن شاء الله ما عاشته من تلك الضغوطات سيترجم إلى ميدالية ذهبية، هي الميدالية الأولى للجزائر بعد 8 سنوات وعشرين سنة عن القفاز الجزائري، وأعتقد أكثر من 40 سنة عن القفاز لأول مرة أعتقد قفاز النسوي الجزائري يفوز بميدالية برونزية في الأولمبياد. كل ما تحدثت به خالد يعني لا يفسر إلا تحت مظلة ازدواجية المعايير التي لطالما عرفوا بها أصلا. أساسا القضية صحيح. الأساسية التي يدافع عنها هي أنه من الممنوع مشاركة متحول جنسيا ببطولات نسائية، وموضوع إيمان لو كان يتضمن خلل هرموني أو خلل
كروموزومات كما شخص طبيا سابقا فهو أمر طبيعي لا يخرق أصلا القوانين إذا كانوا فعلا يعني عادلين، هو فرض القوانين على العرب غير صحيح. ما هي عليه على الغرب. أنا أول في هذه النقطة أردت أن أوجه تحية لقناة سكاي نيوز عربية لأنها دائما تكون منبر لصوت الحرية وصوت الحق على غرار بعض المنابر الإعلامية ومنها العربية التي اتجهت في اتجاه ما كانت يدعو إليه الكثير على موقع التواصل الاجتماعي وأيضا القنوات الغربية والتي اتهمت إيمان خليف بما ذكرته آنفا. ربما الرد الكافي والوافي هو كان من توماس باخ رئيس اللجنة صحيح. الأولمبية الدولية عندما قال بأن إيمان خليف تربت كبنت وعاشت كبنت وتدربت كبنت وفازت كبنت وجزائرية ونحن لا نسير على خطاب الكراهية الذي عشناه في تلك الفترة. هذا الخطاب كان معاكس للجنة الدولية الاتحادية الدولية للملاكمة التي راحت في هذا الاتجاه، لأنه من باب المعلومة إن سامح الوقت أنه هناك بعض الأشخاص أو المسؤولين داخل الاتحادية الدولية للملاكمة أرادوا أن يستغلوا أمور سياسية في هذا المنحة الرياضي، لكن طبعا. عندما جاء الإنصاف طبعا بعد البيان التي رفعته اللجنة الأولمبية الجزائرية عن طريق رئيسها وأيضا كل المسؤولين والحملة الدفاعية التي كانت من الجزائر ومن بعض الدول العربية والمنابر الإعلامية على غرار سكاي نيوز، هو جعل اللجنة الأولمبية تنصف إيمان خليف قبل هذه المنازلة وقالت بأن هذا الأمر هو الفصل فيه يكون عن طريق أمور علمية وليس من خلال خطابات أو 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 كلام فقط. إذا كان علميا وإذا كان أخلاقيا وإذا كان تاريخيا، البنت كانت جزائرية، يجب أن نأخذ هذه الأمور خاصة من الناحية العلمية. لكن هناك خطابات، أنا الأمر المؤسف والمحير نحن كإعلاميين نأخذ التصريحات من جهات رسمية، لكن شهدنا بعض المنابر الإعلامية أخذتها من تصريح منازلة إيطالية انهزمت لم تتمكن من الصمود أمام القفاز الجزائري لإيمان خليف، خرجت في 45 ثانية، خطابها كان مباشرة بعد 40 ثانية أو أقل، قالت أنها لم تستطع أن تصمد ولن تستطيع أن تصمد، وهذا دلالة على قوة إيمان خليف القفاز الجزائري، وهذا دلالة على أنه الرد الميداني دائما ما هو يعني الأفضل وال منصف بحالات كهذه لا شيء غيره. يعني حتى مثل ما عرفنا أنه منعت أصلا إيمان خليف أنه أن تواجه الصحافة أو أن تتحدث لأي جهة رسمية صحفية للمحافظة على معنوياتها ونفسيتها لما بعد ذلك، فقد عليها أن تؤدي المطلوب وتركز في المطلوب. نتمنى لها طبعا كل التوفيق. نعم. سؤالي الأخير لك خالد قبل أن يداهمنا الوقت الآن، ما الإجراء المفروض من السلطات الجزائرية؟ كيف يجب التعامل مع هذا الأمر؟ طبعا يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حنكة وكل رزانة، لأنه يجب حماية الملاكمة الجزائرية فيما هو قادم، خاصة بعد حملة لا يجب أن نفرح كثيرا ولا نكتفي بما حققته اليوم، وإنما يجب التركيز لأنها هي رياضية. اليوم منذ اللحظة الأولى التي كانت فيها إعلان بفوز وتأهل الملاكمة إيمان خليف، جاءت هناك تغريدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قال أنها شرفت الجزائر وشرفت المرأة الجزائرية وشرفت الملاكمة الجزائرية، لأنه خطاب الكراهية وأيضا التنمر صعب في هذه الأمور، لهذا يجب أخذ بعين الاعتبار يجب حماية الملاكمة إيمان خليف. أتحدث عن الأسر الرياضية، أتحدث على ما يحدث داخل القرية الأولمبية على مستوى أيضا وسائل الإعلام خاصة الجزائرية، يجب الحماية يجب الدفاع على إيمان خليف لكن دون التأثير عليها فيما هو قادم. منازلة مقبلة ستكون صعبة، ستكون أيضا بحاجة إلى تركيز، بحاجة إلى تحضير، بحاجة إلى الفوز والانتصار لضمان ميدالية فضية.
وما قامت به بعد نهاية المنازلة وتوقيعها في قلب الحلبة، وأيضا تلك اللكمة التي كانت على مستوى البساط ثم دموع الانتصار، هي دلالة على أنها أرادت أن تقول إيمان خليف أن هذا الميدان هو ميداني وهاتي الحلبة لي، وبإذن الله سيكون هناك فوز لميدالية ذهبية. يجب أن نقف معها ويجب أن نحميها ويجب طبعا أن نفرح لما قامت به دون أن نسكت لما تقوم به تلك الحملات الغربية طبعا والأوروبية. وإن ساعد الوقت الشيء الجميل أنه بعد تلك نقصت حدة ذلك الخطاب الكراهية، لأنهم كانوا يريدون أن يبعدونها من هذه المنازلة، لكن الحمد لله كان هناك رد من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الذي قال لا نريد خطاب الكراهية ولا نستغل الأمور السياسية والعرقية في مثل هكذا محطات رياضية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا رايكم في التعليقات، الناس مازال ما مشتركش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.